السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا لا سوفغارد دو لاباز دو دوني كيف نديرو. نروحو لو سوميني ريغلاج بوي لو بوطون سوفغارد دي بي دي او بيان لو راكورسي لي لي راه في لاباج داك كيما راكم تشوفوا معايا ici في دو كليكي دو سي ولا نكليكيو سير لو راكورسي كلافي اف 12 راح تفتح لنا انفو لاتر كيما راكم تشوفوا عندنا هنايا بوطون بور ايفكتي لا سوفغارد كي نكليكيو عليها راح يدير لنا ان سوفغارد اوتوماتيك. عندنا دوز امبلاسمون دو سوفغارد. لو برومي امبلاسمون في الميكرو كيما راكم تشوفوا في لو دوسي بروبي ام اس اس تي دي بوي بي دي بوي ارشيف. لو كان كليكي عليه رايح يفتح لنا لو دوسي كيما راكم تشوفوا معايا بروبي ام اس اس تي دي سو دوسي بي دي بوي ارشيف. يعني لو برومي امبلاسمون il vaut mieux يكون في الدي. اتونسيون ديرو في سي. لو دوزيام امبلاسمون بار ديفو راه في الدي دون ان دوسي ارشيف. مي من الاحسن il vaut mieux نبدلوه نديروه دون ان سيبور دو ستوكاج اكسترن بار اكزومبل فلاش ديسك ولا ديسك دير اكسترن. فلاش ديسك نركبوه مثلا في الميكرو ولا اللابتوب ونخليوه دائما في لو ميم امبلاسمون. يعني بار اكزومبل لو كان نديرو في البور مثلا البور مثلا 5 لازم نخليوه دائما في البور 5 كيما راكم تشوفوا معايا. نديرو اكزومبل نروحو الفلاش ديسك في البارتيسيون او على لاتر او نكريو بار اكزومبل ان دوسي سوفغارد. اوكي ماتنو لا سوفغارد سيفكتي بروشيمون في لو دوسي سوفغارد في الفلاش ديسك كيما قلت لكم. اتونسيون دو شانجي لو بور اي اس بي تاع الفلاش ديسك. لو كان بدلو البور لا سوفغارد دوك تانيلا. يعني اتونسيون تبدلو لو بور اي اس بي تاع الفلاش ديسك كيما راكم تشوفوا معايا. دوسي سوفغارد هنايا عندنا سوفغارد اوتوماتيك شاك باغ اكزومبل جور شاك دو جور نخيرو من الاحسن نخيرو شاك جور. كي نكليكيو دوك باغ اكزومبل اف 12 ولا نكليكيو سير سو بوطون رايح يدير لنا ان سوفغارد في دو زون بلاسمون كيما كنا هضرنا من قبل. لو برومي دوسي راه في الميكرو دوزيام دوسي يكون في الفلاش ديسك في لو دوسي سوفغارد او بيان تسموه كيما تحبو. مي دي فوا مرة على مرة لازم نفيريفيو لي سوفغارد تاوعنا بور ايفيتي لي بروبليم تكنيك. خطرة أخرى باغ اكزومبل لو كان يتفيرس لنا الميكرو ولا يصرالنا يتحرق لنا الديسك ديال ولا كارت مير تكون عندنا لا سوفغارد. نتمنى الأمور تكون واضحة. شكرا على حسن الانتباه والسلام عليكم.